Take 5. And we are rolling. Quiet on set, please. Thank you. هيئة إيجار السلام بالتعاون مع مؤسسة السينما جاك البريطانية وبدعم السفارة الإيرلندية بالأردن بتنفذ برنامج تدريب الأفلام. البرنامج بيستهدف 20 شاب وصبية من مختلف الجنسيات، بنحكي عن سوريين، أردنيين، صوماليين، فلسطينيين. بيهدف البرنامج لإعطائهم مجال وفرصة أنهم يكونوا جزء من إنتاج فيلم قصير. بلش البرنامج من خلال ورشات عمل تدريبية كانت مع ماسترز اللي هم مدربين دوليين. بنحكي عن ناس كانوا بيشتغلوا في جيمس بوند مثلا أو في هوليوود في السينما الأمريكية. من خلال البرنامج كان في عنا طاقم عمل بريطاني وطاقم عمل أردني محترف. هدف البرنامج هم يجمع المتدربين مع هدول الطاقم المحترف عشان يكونوا جزء من عملية التصوير. بتعلموا المشاركين في مجالات مختلفة زي الإخراج، التصوير، الإضاءة، الإنتاج، وبيكونوا جزء من عملية التدريب والتصوير. اسمي جون كيتينغ، أنا المديرة التنفيذية لبرنامج ومهرجان سينماجيك والمنتجة للفيلم القصير أبية الذي يتم تصويره في عمان. سينماجيك كان لها دور منذ بداية تطوير الفكرة للبرنامج بمشاركة 20 شاب رائعين من مناطق مختلفة من عمان وتقديم ورشات العمل للشباب لكتابة النص والذي يعكس صوتهم الحقيقي والذي أرادوا روايته. وظيفتنا محاولة أخذ كل الأفكار وتطويره إلى نص سينمائي. نحن الآن في موقع التصوير وعم ننتج الفيلم بجميع جوانبه ومستمتعين في هذا الإنتاج. اشتركنا في هاي دورة صناعة المحتوى من شهر 2، كانت تجربة كتير جميلة ولحد الآن قاعدين بنصور هلا باللوكيشن. كثير عم نستفيد من كل حدا موجود في هذا الموقع اللوكيشن، من إخراج، من تصوير، من إضاءة ومن مساعد مخرج كمان. وكل حدا يعني يوم عن يوم عم ناخد دور حتى نستفيد أكتر كمية كبيرة من المعلومات. بنصح لكل حدا يشارك في دورات صناعة الأفلام ويوسع علاقاته حتى يقدر يشوف كيف الأفلام تنتج، الإخراج. فتجربة كثير حلوة وبشكر هيئة أجيال السلام إنه أتاحت لنا هاي الفرصة. هلا أنا بشتغل بساند ديبارتمنت وكثير فادني هذا العمل لأنه لمستقبلي كله بركن على هاي اللحظة. هلا حالياً أنا مشارك كمساعد مخرج في مشروع سينماجيك اللي هو مع هيئة أجيال السلام بتعاون مع سينماجيك. بصراحة أنا كتير أول شيء شكور لهيئة أجيال السلام على هالتجربة المفيدة جداً اللي علمتني كتير، سواء بكتابة السيناريو أو سواء مثلاً بالتمثيل، كيف الوضع بيكون بصناعة الفيلم. لأنه أنت وقت نحن نحضر الفيلم مثلاً منشوف من جانب معين، ولكن هلأ بصناعة الفيلم أنت عم تشوف الفيلم من جانب كليا مختلف.